ماير انا ما غنقري ولادنا، بقيت حالتي حاله، لا ما انا ما خدامه ما والو، والدراري باغا نقري ولادي، عندي 5 دراري. وهاد الانسان تعدى لي على رجل الله ياخذ فيه الحق، ملي تعدى لي على رجل راه بغيت الحق ديال ولادي باش نقريهم باش نكون معاهم، ما بغيتش نضيع، رانا حالتي حاله ما فيها ما نعاود. نطلب الله وربي والمالك الله يجازيه بخير يشوف من حالي، وانتم الله يجازيكم بخير. ممكن تعاودي لنا كيفاش اختفى المرحوم؟ المرحوم نتاخد نهار الجمعة، مشى نهار الجمعة للخدمة. هو المهم إلا بغيت نبدا لك من الأول، هو أول مولي الشركة ما وقفش معايا، وأنا الشركة كانوا داروا معاه، قالوا لي غادي نجيو كان تحرق المحل، إلا بغيت نبدا لك من الأول تحرق لي المحل، وقال مولي الشركة أجيو شوفوا هذا المحل شنو غنديروا به، شنو أجيو ذكرى له ولا شوفوني عكي داير. وما جاوش، ياه قال لي احنا انا غادي نجي، بقى تيدوه نهار بنهار ما جاوش لعندو، مشى هذاك راه لعند البوليس، مشى عند البوليس قالوا لي خلي تجي فوتوكوبي ديال ديك المسخوط اللي حرق لك المحل، بقى تيتسنى ديك الناس غايجيبوا لي فوتوكوبي، ما جاوش، ياه بقى فيه الحال، هو بقى تيداكن وما عنده لا ورقه لا حتى حاجه، وما حاشاوهش ليه، ما جاو لعندو ما قلبوا فيه لا والو. هي كانت قبل من داك الشيء كان تيبات في الفيلا، ومن تحرق المحل ما بقاش تيبات ولا تيخاف، قلنا له اجي بحالك للدار، ما ربما يجي شحال يخوي عليك ليسانس ويطلق فيك العافيه ويشعل فيك العافيه. هي هذيك ولا تيجي في الليل مع العشاء تلقاه في الدار، نهار اللي بقى ديك السيمانه ما تيباتش تما، ملي رجع نهار الجمعه رجع ديال نهار ديال الجمعة تنعيط عليه في التليفون، قلت ليه هم دريق بعدها لقيت البلة ما فيها والو، قال لي رانا لقيت شي واحد حال داخل الفيلا، انا تنقلب عليه، قلت ليه واحد راسك عندك لا كنت تما يشير عليك بشي حاجة، هز بعدا شي حاجة في يدك، قال لي رانا تنقلب عليه، هي اللي قطعت عليه التليفون حتى لست العشية، عاد عاوتاني صونت عليه، ملي صونت عليه جاوبني واحد لاخر، قلت لي شكون هذا التليفون هذا ماشي ديالنا، التليفون ديال راجلي، وهذا اللي تيجاوبني شكون، قال لي التليفون لقيته طايح، جيت للونيب في دار السلام، والحق هدر معايا مولاه، قال لي انا هدر معايا مولاه وقال لي رانا غادي نتلاقاك به لسله، غنطفيه دابا في الصباح غنتلاقاك به لسله. صافي ملي جات 9 الليل، يا تسعد اللي تنصوني، عاود صونيت عليه لقيتو طافي التليفون طافي، فالصبح ديال السبت عيطت على خوه لوسي، قلت ليها جي شوف خوك واقيلا يمكن وقع عليه شي حاجة، ملي مشاو راجل بنتي ولوسي ما لقى حتى واحد في الفيلا، تنمشي لعند المسؤولين تنقول ليهم عافاكم عتقوني، البوليس عافاكم عتقوني والو ما عتقوني، تيقولوا لي راه تنقول لهم واقيلا خشا قطعوا داروا في شي خنشه ولاحوا، تيقولوا لي لا ومالو هو في الروج غيقتلوه، تنقول لهم مقتول، تيقولوا لي لا، بقاو تيديو فيا ويجيبوا راه 8 ايام وانا غدا جايه حتى رجليا طابوا عليا، وانا دايره كالحامقه تنقلب، ما خليت السويسي ما خليت سبيطار مولاي عبد الله ما خليت فين قلبت والو، حتى دفعت شكايه لوكيل الملك عاد حركهم وجاو هما تيقلبوا. وصافي دابا تنطلب منكم ام ربي والحبيب ربي والمالك الله ينصره، هو اللي يوقف معايا، انا ما عندي باش نقري ولادي وما عندي باش نكون مع ولادي، ملي حركهم واكل المالك عاد مشاو معايا للفيلا، لقاو السيد في البير، قلت ليه ما هذه هي الطريقه، هذه هي الهضره ديالي ما تقتش بيا، قال احنا ما جاتناش العقلنا وهذه صافي، هذا هو الخير. شنو كطلبي دابا من المسؤولين؟ انا تنطلب من المسؤولين يوقفوا معايا ويشوفوا لي موالي الشركه تا هما يوقفوا معايا، ما يخلونيش ضايعه، بغيت الحق ديال ولادي، الحق ديال الدراج اللي راه ضيعوه على حياته، ضيعوه راه باقي صغيره عنده يلا 52 علاش يضيعوه، لا ورقه لا فلوس لا، وجوج فرانكات كانوا خازنينو بالليل والنهار، الفيلا قد قلت الخلات يبات يموت بالخوف، خازنينو بالليل والنهار من نيته تيصلي وتيعبد الله، ما عمره ما فيه حتى حاجه خايبه، ما فيه حتى شي حاجه اللي بنيته خدام، بالله النهار اللي دخل هو كانت حالته حاله،
ما فيها ميت شاف القراد والقصاب ما فيها ميت شاف يدخل هو نقعة ولا بحال تحالة ولا علم زيناتها هي هذه في الاخر ملي توقع علينا هذا الشيء عليهم هما يوقفوا معنا هما خصهم يوقفوا معنا ويشوفوا من حالنا ما بقاش انا ضايعه انا باغا نقري ولادي باش نشوف ولادي قاريين ويعجبني الحال انا حيت انا ما قريتش دعت في قرايتي ما قريتش ما بغيت انا نقري ولادي وباش نكون مع ولادي ما عنديش ما عندي لا كرام ما عندي صنعه ما عندي حتى حاجه شحال خلى المرحوم في العدد الاطفال خلى 5 وحده راه مجوجه وحده واربعة معايا باقيين كيقراو باقيين تيقراو كلهم باقيين تيقراو دابا تنطلب منكم ومسيدنا الله ينصرو وكل شيء يشوف من حالي هادشي اللي تنطلب منكم الله يجازيكم بخير دابا انا ضعت بزاف 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 داك الراجل ما يستاهلش ديك التكارفيسه واخا كان يهودي اليهودي ما يديرش ديك الطريقه هذيك عباد الله 8 ايام هو في البير 8 ايام هو في البير تمشي ونجي تمشي ونجي المسؤوليه ما داوهمش فيا كاع حتى صيفط سميت الوكيل المالك الله يجازيه بخير الله ينصرهم عاد حركهم وتحركهم معايا علاش يكارفس علاش ما يخدموش مزيان علاش حشومه عليهم دائره 14 ودائره 13 هي اللي ما خدمتش معايا مزيان انا اللي لقيت انا اللي حسيت بقيت صبات تما حيت الصبات اللي مشابين هذه الجمعه لقيتو في مخشي في طار الزبل قتلوه لحو في طار الزبل ولقيت سروال حيدوه لحو عاوتاني في واحد الخربه واحد مورا ديك الفيلا واحد الحاله داروها لي ماشي ديال المسلمين ديال اليهود نيشان اليهود راه ما سامحاش ليه من الدنيا لاخر الله ياخذ فيه من الحق الله ياخذ فيه من الحق الله ياخذ فيه من الحق ما سامحاش لي انا لقيت وقلت للبوليس حطوه حدايا نقتلوه وانتم تشوفوا فيه قلت لهم حطوه حدايا انا نمشي ليه على ودو للحبس انا نمشي للحبس وانت هو خليه نقتلو انا ما خلاونيش دوزوه من حدايا وما حشوا البوليس دوزوه من حدايا جوج مرات نقول لهم علاش ملوزين من حدايا وما تقولوهاش لي حطوا حدايا نقتلوه ما صافي الكل لقيت ديك الساعات ناكلو حايج دم ونشربوه ليه حشومه واخا كون معايا واخا كون قتل دار لك معايا شنو ما دير لي ديك الحاله هذه 8 ايام الراجل في البير تيشرب 40 متر في البير شكون هذا مسلمين حنا منين جاتنا مسلمين حنا لا حول ولا قوه الا بالله اسرائيل هذه راه اسرائيل ماشي مسلمين هذه راه مقطع من اسرائيل راه يهودي من اليهودي مقطع الله ياخذ فيه الحق الله ياخذ فيه الحق الله ياخذ فيه الحق ما نسمحش ليه ما نسمحش ليه والله يجازيكم بخير الله يرحم الوالدين شوفوا من حالي وشوفوا من حال الدراري الله يجازيكم بخير انا باغا نقري ولادي ونكون بحالي بحال الناس ورانا بقيت على حال الله انتم تشوفوا المحل ما هوش بحال الناس والحمد لله وتنشكركم انا تنشكر سيدنا ونشكركم نتوما تكونوا معايا هادشي اللي تنقول الله يرحم الوالدين السلام عليكم انا الاخ الضحيه الاسم عبد العالي الخضاري انا بغيت نطالب الحق الاخ ديالي على حساب الاولاد ديالو المهم 5 الابناء 5 الدراري لان علاش بغينا نوقفوا مثلا في هذه المساله ديال الدراري باغا حتى هما بغاو يوصلوا حتى هما بغاو يقراو بحال ما بحال الناس هما عاوتاني لان علاش هادشي راه شنقول لك هادشي راه تعدو لان علاش حتى هما تما عاوتاني خصهم الدراري تما عاوتاني خصهم يوصلوا كما بحال مثلا بحال الدراري ومثلا بحال هادشي السيد مثلا غبر علينا غاب علينا مثلا نهار الجمعة مدة سيمانة مثلا سيمانة الجمعة مع الربعة مر الربعة بحال هكاك الربعة قال قسمين راه عيط ليه السيد شي واحد قال ليه غنجي لعندك مر ديك الربعة قسمين المهم الربعة مر الربعة قال ليه صون عليه لقى التليفون طافي ومن بعد ديك الشيء عاودش عليه ولا كيفاش عاودش عليه اتصلوا به مولي الدار عاود جاوبهم السيد قال لهم انا التليفون لقيتو طايح قال لي التليفون لقيتو طايح المهم حتى غدي ان شاء الله الصباح انا طايح له لان انا ساكن في سلا صافي دمنت القضيه تما بحال دابا هذيك خطه تما مدروسه باش ما نوصلوش عليه حنا الفيلا مثلا نقلبوا عليه ولا شي حاجه بقينا حنا مثلا السبت جات مارتو قالت لي راه خوك راه ما جاش والتليفون طاح ليه هي هذيك مشينا السبت بقينا نقلبوا ما بان لينا حتى شي حاجه مده سيمانه المهم سيمانه حنا نقلبوا نسولوا سول هذا مثلا ما بان ليناش كان اللي بان لينا مثلا المهم حنا بقينا نسولوا حتى بان لينا نهار سميتو الخبر نهار الجمعه بما راه بان لينا السيد راه في البير صافي لقينا السيد في البير جبدناه ديناه مثلا فوريان الدواء البوليس
البوليس الله يجزاهم بالخير، وقفوا معنا. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. المهم دابا حنا بغينا نطلبوا بالحق ديال هاد الدراري، لان الضحيه، لان اللي طلع هو هذا الشيء اللي كاين. بغينا المهم الحق ديال هاد الدراري ما يضيعش. الشركه والمسؤولين وجلاله الملك الله ينصرو، ومدير الامن يوقفوا مع الدراري ان شاء الله. ان شاء الله المهم يوصلوا مهمه، ما يضيعوش حتى هما، هما باقيين صغار، ماشي شي وحدين زعما كبار باش مثلا هو زعما يوقف راسو مثلا يدب يديباني راسو. بالدراري باقيين صغار، هادشي اللي كاين. بغينا المهم بغينا الدراري ما يضيعوش، هادشي اللي غنطالبو به دابا حنايا. بسم الله الحمد لله، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله. كنقدم لكم هذا النداء، كنقدمو لصاحب الجلالة والسيد مدير الأمن الوطني والناس المسؤولين كافة، لأن هذا السيد هذا تعرض لجريمة قتل من طرف واحد المجرم، وغصبوا في الحياة ديالو في وليداته، وخلى 5 ديال الأبناء، والحالة ديالو ضعيفة. يعني كنطلبوا من المسؤولين ينظروا لهذه الحالة ديالو، ويتواصلوا لعين المكان ويبحثوا ويشوفوا المكان ديال الاستقرار ديالو، لأن الحالة ضعيفة، وهاد الأبناء مازالين تيقراو قصيرين. وكنطلبوا من المسؤول ديال الشركة باش يتواصل مع هاد مع الإدارة، مع المسؤولين، ويعطيهم الحقوق، يأدي لهم الحقوق ديالهم. وكنشوفوا هاد السيد هذا، طلعنا على الحياة ديال يعني الخلصة ديالو اللي كيتخلص، طريقة باش كيتخلص، كيتخلص عن طريق واحد الشخص كيتواصل معاه، وكيعطيه واحد البرية فيها المبلغ ديال 2000 درهم. واش هذا القانون اللي صدر اللي خطب به صاحب الجلالة وأكد عليه على الناس اللي غير المهيكل، الناس اللي خدامين في قطاع غير المهيكل بالفترة اللي كانت فيه الجائحة ديال كورونا؟ والآن كان خاطبه وكان بلغ نداء لسيدنا أنه يزيد يأكد، راه كاينين شي مراكز، وكاينين شي شركات، وكاينين شي أشخاص خدامين، يعني كنقولوا بالدارجة في النوار. هاد الناس كيخدموا بدون قوانين، بدون تصريح أمام سينيسيس، والإدارة سينيسيس دايرة المجهود ديالها، وكتبغي حتى هي تشجع ان الناس ديال العمال، الناس اللي قايمين يعني كيخدموا دايرين الشركات، باش يتواصلوا معهم. وراه كاينه اللجنه كتبحث في الشركات، ولكن هاد الناس هادو مخبيين ما وراء الجدار، لان هاد الناس هادو خصهم يبانوا ويعرفوهم المسؤولين. والله يجازيكم بخير، تواصلوا مع هاد المشكل، هاد النازله اللي وقعت، وبحثوا. راه كاينه الملف في المحكمه الاستئناف، وكاين امام الضابطه القضائيه ولايه الرباط، وكاين تصريحات، جميع التصريحات راه كاينه هذا. وحنا كنشكروا هاد الناس اللي قاموا بهذه الخطوه، بهذه الجريده ديال الاصوات اللي قامت بهذه الخطوه، وكنشجعوها وكنكرموها على حسب هاد النداءات اللي بغات تواصل مع هاد الناس وتعطف على هاد الناس. والله يجازيكم بخير، وكنطلبوا منكم انكم تبحثوا وتعمقوا. واللي بغى شي محسن ولا شي واحد بغى يدير شي عمل يد المساعده، يتواصل عبر العنوان دويسليم الغربيه بوقنادل سالا، يعني يتواصل بهذا العنوان هذا، والهاتف هو 06 49 97 92 90. والله يجازيكم بخير، كنطلبوا من المحسنين يتواصلوا ويشوفوا الحاله ديال هاد الناس، يعني هاد المجرم هذا تعدى لهم على الاب ديالهم، خلى لهم. انا هاد الضحيه يعني من طرف انه كصهير ديالي، وراه بقى فينا الحال، وزعما راه حنا مأسفين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يجازيكم بخير، عطفوا على هاد الوليدات، واللي بغى يدير شي يد المساعده راه باغيين يقراو ويتكونوا. والناس والسيد اللي مسكين الضحيه راه راجل طيب، السلوك ديالو مزيانه،
بحث الضابطة القضائية، بحث جميع العناصر ديال 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 الشرطة أن السلوك ديالو طيبة، والناس كيشهدوا، راه كاينين الناس في المحضر كيقولوا بأن السيد طيب وكان في الحومة ديال دار السلام ما عنده السلوك حسنة. ولهذا كنشكروا للسيد وكيل العام جلالة الملك والسيد وكيل جلالة الملك على التحريات اللي قام بها، ورجال الشرطة الضابطة القضائية الولائية ديال ولاية الرباط كنشكروهم كثير الشكر. كنأكد الرسالة الناس اللي المحسنين اللي يوليو يعطفوا على هاد الناس اللي دابا اللي عطى الله عطاه، وهاد السيد هذا قام بهاد الإجرام راه أمام العدالة. وكنطلب من وزير العدل أنه يكون واحد الحكم عليه بتشديد العقوبة، عقوبة صارمة، تكون عقوبة صارمة في أقصى عقوبة، لأن السيد قام بواحد عملية إجرام، لأن يعني ترصد ليه في العمل دياله وتقتل أثناء العمل دياله من يعني أثناء العمل داخل الفيلا في كنتيعس، وفين خشاوه في بئر من الماء، يعني واحد الخزان ديال الماء. يعني هذا السيد هذا اللي يدير هذا الفعل هذا، إذن هذا راه باغي يتواصل شي حوايج وحدين اخرين، لان جات في هذا المسكين الله يسر ويكتب السلامه، ما جاتش في شي واحد عاوتاني يكون هذا يقدر يدير يتعلموا منه وحدين اخرين. وكنطلبوا من السيد وزير العدل انه باش يعطي التعليمات، والسيد السي عبد اللطيف حموشي يعطي التعليمات وتشديد الحراسه الامنيه في عبر مستوى الرباط وانحاء المملكه كامله. الله يجزيكم بخير وشكرا. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.